Open your eyes and see. We are the ones who know the answers, and they ain't never gonna hold us back. The sea is rising like we dancers. Imagine if we got a purpose. Now picture everything you're fighting for. Now picture everything you're fighting for. دكتور طارق راح نسوي لكم فيديو انا وعبد الله من الاحساء من السعوديه حبيبي الغالي. عبد الله راح يسولف لكم يعني شلون جاء اوكرانيا وليش اختار اوكرانيا حتى يجي عليها وشنو السبب اللي خلاه يجي لاوكرانيا. خليكم مع التفاصيل الحلوه مع عبد الله وياي ان شاء الله فيديو حلو يفيدكم. يا هلا ومرحبا ان شاء الله. عبد الله طاق لي ها؟ عبد الله طاق ما هو اللي يجي يم دكتور طاق يصير طاق. اياك دكتور طاق. شلون جتك الفكره انه يعني تجي تشوف اوكرانيا؟ ليش يعني ليش فكرت تجي تزورها حاليا؟ كنت حاب ازور هالبلاد من زمان. عندي فكره عندي يعني عندي افكار ملمه عنها من زمان. لكن انا كنت مستصعب فيها على مود المترجمين والمترجمين المناطق الحلوه الاماكن الحساسه فيها يعني الاماكن الجميله الرئيسيه فيها. التنقلات مو التنقلات هيك يعني ومن هيك بديت ابحث على اليوتيوب على اليوتيوب على اليوتيوب لم اجد الا ما شاء الله اللي هم الاوكرانيين هم يتكلمون باللغه الانجليزيه. لكن سبحان الله بعد فتره بسيطه الا لقيت اول مفهم عربي على الشؤون الاوكرانيه وشؤون السياحه في اوكرانيا شؤون الدراسة في أوكرانيا ألا وهو الدكتور سيف الحديدي المشهور بدكتور طارق. ما شاء الله عليه. أنا إذا كانت رغبتي أجي للبلاد بنسبة 5-10% الرجل خلاني في فترة وجيزة أعزم وأجي أتشجع أني أجي إلى دولة أوكرانيا. الرجال أشهد بالله أنه ما قصر استقبلني بالمطار. زلم رجال يعيش كأخ الآن مو تقدر تقول إنه حق سياحة وسفر. يعيش الرجل عنده طيبة والنشامة موجودة فيه. الرجال ما قصر بيض الله وجهه رايته بيضة. شكرا شكرا ولو يمكن مدح زايد ها. حياكم الله في قناة دكتور طارق. اها اشتركوا بالقناة. اهم شيء دعموا القناة بلوكات وسبسكرايب كلها هاي دعمون يستاهل. زين هلو هاو ار يو ويلكم تو ذا لفيف سيتي داون تاون. هسه الحين هذا اخر يوم لنا بلفيف طالعين ان شاء الله الى مصنع الشوكولاتة ومصنع القهوة. دا اريد اشيل شوية هدايا للاهل وللجماعة. زين اوكي على الله. تفضلوا معانا تفضلوا ويانا. يلا طالعين الى مصنع القهوة اشهر منطقة اشهر اكبر مصنع قهوة بمنطقة لبيب مشهور يجون من انحاء اوروبا كلها قهوته اللذيذة 100%. اليوم الثالث انا والدكتور طارق نشرب في قهوة. تفضلوا وياهم. Thank you very much. Saudi Arabia. Saudi Arabia. Udo's gone out. Sheikh. Sheikh. Inshallah, no, Sheikh. Normal people. Hey! Hey!
أوكرانيا ما شاء الله عليها كما أوضح لنا الدكتور سيد بالفيديوهات، هي بالفيديوهات اللي حاطها باليوتيوب جدا جميلة جدا حية جدا ما شاء الله عليها. المجال العربي يختار المواد الشوف غير مدينة جدا قالمة جدا رايقة جدا جميلة جدا رخيصة العيشة فيها وايد زينة، بس اللي ما يحترم نفسه كيف. شفاه يعني يسوون المصاص وشلون يصنعونه شلون يضبطونه يسوون ورد واشكال شوف يحميها. هذا الان احد بياع المصاصات حق الاطفال جدا جميل، اذا نريد ان شاء الله ناخذ العيال ونرجع على الوطن ان شاء الله. شلون شفت الفنادق الموجودة بأوكرانيا؟ والله الفنادق جدا جميلة وجدا حلوة وما شاء الله عليهم، يكفي بشاشة الشعب، الشعب جدا يضحك، الشعب جدا مبتسم، الشعب يخليك تجي البلد مرة ثانية إن شاء الله، جدا جميلة والفنادق ماكو أي معوقات، أنا رحت كثير الفنادق جدا جميلة، جيت إيفانو الفنادق جدا جميلة. جيت الآن لفيف قعدت فيها 4 ليال، زعلان إني طلعت منها لأن البلد جدا جميلة وحلوة ومية في المية. بعد لفيف هذا الآن إحنا في سنتر لوتسك، الفندق هذا شوفوا دحرج غالي جدا جميل، طبعا هو صحيح بدون نجوم لكن الفندق أنا أقيمه بمستوى 4 نجوم، جميل وهادئ ونظيف والفندق جديد يمكن جزء ما إلا تقريبا 8 أشهر من فتح، وانا حزين اني راح نطلع من عنده، بس تعرفون سير الرحله يعني. هاي اوكرانيا اجيتها بالشتي هي ومش قد حلوه، شلون لو اجت بالصيف؟ اوعدك بعد 3 أشهر او بعد بدايه الصيف بدايه السمر اجي مره ثانيه. واجتين 2 و3 و4 اللي فيها حببوني فيها. حييكم الميدان لودز، هاي ساعه الاسطرلاب القديمه هوايه حطوها بميدان لوتسك تقريبا من 5 إلى 6 سنوات من الرخام الخالص، شوفوها دققوا ساعة الشمسية عفوا يجيبوها هنا عشان شوفوا يجيبون الأطفال على مود يفهمونهم شنو شلون دوران الأرض وشلون الساعة وتقلب الليل وتقلب النهار. مع تحيات دكتور طاي. أريد أحكي لكم عن المقاهي وعن المطاعم والكافيتريات في أوكرانيا. طبعاً أنت إذا تيجي هنا إذا دخلت ما ودك تطلع، الكافيهات جداً ممتازة والكافيهات جداً طيبة وعندهم المطاعم والرستورانات جداً 100%. خدماتهم 100% and 100% 100% يقولون بك واجب الضيافة على أكمل وجه وهم على أتم الفرق أتم المتعة. طبعا الناس ماخذين فكرة عن أوكرانيا أنها دولة منفصلة عن الاتحاد السوفيتي سنة 1991 للميلاد وما أكو بها تقدم، لكن أنا أريد أقول لكم شيء، نظرتكم غلط جدا 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 جدا. بلد فيها أشياء متطورة تكاد تكون نصيبها للاتحاد للدول الأوروبية، فيها كل شيء متقدم، فيها كل شيء حديث، فيها كل شيء جميل. وين ما تمشي تلقى صرافات، يصرف لك دولار، يورو، أي عملة. وين ما تمشي أكو صرافات إلكترونية، وين ما تمشي أكو يعني أنا أنصح فيها. للي يريد أن يقضي 10 أيام إلى 15 يوم ريلاكس تايم كامل. بالنسبة للكافي شوبات والمطاعم انها الديزاينر مالها جدا جميل، مبدعين مبدعين في الموديلات والحركات مالها، كل كافي تشوف له طابع ثاني ويعطيك على الطابع الشرقي ويعطيك على الطابع الغربي. حياكم الله، ويلكم تو ذا يوكرين كانتري. وتستمر الرحلة مع الأكثر من أخ والعزيز عبودي. خلاص دلعناك سميناك عبودي. احنا بالعراق عبد الله نقول له عبودي. اتشرف فيكم. اهلا سيدي. ان شاء الله راح نطلع هسه على نفق الحب، ولو يمكن راح نشوفه
بصورة مختلفة نفق الحب. يعني جوز ماكو أوراق متساقطة، نشوف شلون الوضع. يعني خريفي، خريفي الجاي إلى الشتاء. وهاي أنا اللي أريده. إيه. شبعنا خضرة، كلها خضرة خضرة. ما نريد نغير. نغير الجو. الشعب هنا مثلي. تشوفه؟ الشعب هنا يحب الورد. لو هديتهم وردة هاي أكبر هدية عندهم. يعني الشعب مرح طيب واي، عندهم من الوردة تسوى الدنيا وما فيها، ولذلك يهتمون بالورود. عندهم محلات ورود كثيرة وباوع هنا. شوفوا هاي، هاي أحلى وردة. طبعا عبد الله قبل شوية كان يسولف إنه مثل ما شفتوا إنه الشعب لو هديته وردة شلون راح يفرح. فسبحان الله جاء طفل وعبد الله قبل اهدى ورده هيك لحاله. فشوفوا الفيديو شلون فرح. شوفوا دنيس، شفت الولد لبق، شوفوا الثقافه، شفته جاي يختار بوكي ورد. هاي ولد عمره 10 سنين. شوفوا الثقافه، حب الورده. الله يخليه لهنا. بالنسبه للمناطق الاثريه، اكو مناطق اثريه وايد جدا جميلة، معتنين بها على الأوضاع الوقتية اللي تعيشها الآن. جدا جميلة وجدا حلوة، حقهم يزورها. لها تقريبا مقاطع السنين إلى من آلاف السنين تقريبا. بس خلينا نقول من بداية العصور الوسطى، من تقريبا من سنة 1300 للميلاد وما إلى إحنا الآن في قلعة لوتسك من الجنوب الغربي أوكرانيا. قريبا ما باقي شيء على حدود البولندية تقريبا. بالنسبة لتذكرة الدخول، النفرية للشخص الواحد بدولار واحد فقط أمريكي. رغم الظروف القاسية والبرد القارس ونزول الأمطار والصقيع ودرجة دون ما تحت الصفر، إلا أنه العمل مستمر. انظر إلى كفاح هؤلاء المناظرين، يعشقون تراب أرضهم. وانظر ماذا يعلمون البرد القارس، ورغم كبرهم في السن إلا أنهم مستمرون في تنظيف أرضهم. انظر إلى كفاح هؤلاء المساكين رغم قلة ضنك المعيشة عندهم. نحتاج إلى بعض التدفئة، بعض الدفو، بعض الدفو. إنها 4 أو 5 تحت الصفر. شوف النار شقد حلوة، يعني شيء رائع جدا. فتشي تتحمى على النار باردة، تجي تشوف نار ناس شعليها، كلش حلو. حياكم ويانا بنفق الحب في نهاية فصل الخريف المقبل على الشتاء. الآن تتساقط الأمطار. شوفوا هالخيوط، هذول ترمز عن 2 جو هنا متفقين على شيء واحد، ألا هو الحب. جو يعقدون حبهم هنا على رمز الأمل، حياة سعيدة ممتعة يقضونها إلى الأبد. طبعا احنا جينا في ظروف تختلف. لو جيتوا بالصيف بتشوفون الظروف هواية جدا غير. اما بالنسبة للقطارات، فمثل ما تفضل دكتور سيف، فرجهم على القطارات، وسائلهم حديثة ومريحة ومناسبة للأسعار. هاي غرفة متناول الجميع. هاي غرفة كاملة وحدنا مثل ما تشوفون. هلا 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 بالمهلا. هاي غرفة كاملة مكملة، فقط 2 بيها. وطبعا اكو غرف نفسها هي هذه، بس تكون 4 أشخاص من هنا ومن هنا تكون هذه. بالنسبة للسعر مالها شقد السعر؟ تقريبا اخذنا الشخص ب 900 قريبا، بالدولار يمكن 40 دولار. طبعا المسافة حدود 800 كيلو متر من الغرب الاوكراني الى العاصمة كييف شمال اوكرانيا. طبعا هاي الغرفة كل شيء بيها مثل ما تشوفون. تفتح هنا تخلي اغراضك، تقدر هنا عندك همينة تخلي المنشفة طبعا مسلفنة، فراش كله جديد مفروش يكون همين، وهذا غطة ثاني طبعا كله مسلفن مفتوح. بس هاي الغرفة تكون مجهزة كامل اول من تجون، الفراش والامور كلها موجودة ومجهزة كامل مكمل. من الاشياء الحديثة في القطارات والمواصلات الاوكرانية، شوف ينطيك هنا الاصفر انه بما معناه انه الحمام فاضي، بالاحمر انه الحمام بده تدريج تروحه مشغول. عندك هنا بعض الاشياء، شوف هذا طفينا اللمبه، هذا ولعنا اللمبه، هذا يولع اللمبه، هذا اكو لمبه ثانيه، هذا اكو
عندك الشاحن، اي شيء تريد تشحنه تقدر تسويه هنا. عندك نرجس على الطاولة، لا الجرس هذا مال التنبيهات، الجرس هذا مال التنبيهات الاحتياطات الامنية، او يعني تريد شيء من المسؤول عن القطار المقطورة يعني عفوا. عندك كمان هنا شوف شواحن موجودة هنا زين. طبعا ما شاء الله تدخين ممنوع، كأنما نحن متعلين بغرفة فندق 4 نجوم. و تصبحون على ألف خير. وهسه بصاح مع آخر الرحلة، أتمنى أنكم استمتعتوا وياي بالمشاهد اللي وريناكم إياها عن أوكرانيا. وهسه الحين أنا راجع إلى البلاد، ونشوفكم على خير وعلى رعاية الله. وإن شاء الله نحن أتمنى أني أعطيتكم انطباع جيد عن هذه البلاد بالإيجابيات وبالسلبيات. نراكم على خير، مع السلامة. ان شاء الله استمتعتوا وشفتوا المعلومات مثل ما قال اخونا عبد الله جيده وفادتكم، وخليناه هو يحكي المعلومات كانما يعني، لان هو يعني خلينا نقول سائح من اهل البلاد مالكم. فان شاء الله استمتعتوا والكل ان شاء الله استفاد. لا تنسون اشتراك بالقناه، واذكركم الاشتراك بالمسابقه لازم تخلون تعليق على فيديو المسابقه هذا اللي تشوفونه، وتخلون لايك، اشتركون بالقناة، ضروري تعليق على مود يظهر اسمك وتدخل بالقرعة مال السحب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.